قضت المحكمة العليا في فنزويلا بإعفاء الرئيس هوغو تشافيز من أداء القسم الدستوري المتعلق بولايته الرئاسية الجديدة في الوقت الراهن بحكم مرضه. المحكمة العليا وعلى لسان رئيستها لويزا موراليس أشارت إلى أنه بإمكان تشافيز أداء القسم في وقت لاحق. بالرغم من بدء العهدة الرئاسية الجديدة هذا الخميس، إلا أنه ليس من الضروري على تشافيز أداء القسم الدستوري لأنه رئيس أعيد انتخابه ولم ينقطع عن القيام بمهامه الرئاسية. وكان إعلان غياب أوغو تشافيز عن أداء اليمين الدستورية هذا الخميس أمام الجمعية الوطنية قد أدى إلى احتدام الجدل الدستوري في البلاد حول مسألة استمرارية النظام إلى ما بعد هذا التاريخ.